بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بوصفة جديدة، وصفة لتفتيح البشرة وإزالة النمش وكمان الكلف. حلوة أوي أوي يا بنات، جربوها إن شاء الله تعجبكم. يلا نبدأ نشوف الوصفة بتاعتنا تتكون من ايه. اول حاجة يا بنات، الوصفة بتاعتي هعملها على خطوتين. اول حاجة هجيب ثمرة من الطماطم وهنقطعها كده بالنص زي ما احنا شايفين. خدت قلب الطماطمايه بشرته بالمبشره، واتبقى معايا اللي هو الجلد ده بتاع الطماطم. اول حاجه هقوم حط عليها حبه سكر كده صغيرين عشان هنعمل عمليه تقشير للبشره زي ما احنا شايفين كده. هحطهم على القطعه بتاعه الطماطم كده، وهاخدها اعمل بها تدليك لبشرتي بحركات دائريه. طبعا هتفتح لك المسام بتاعه البشره، وهتخلي بشرتك عندها استعداد ان هي تتقبل الماسك اللي انا هعمله دلوقتي. طبعا هتستفيد اكتر لما نقشر البشره ونفتح المسام بتاعتها. اول حاجه معايا زي ما قلت لكم، انا دلوقتي خلاص خلصت الجزء ده بتاع الطماطم. هاخد بقى طبعا دول الطماطم اللي انا بشرتها زي ما احنا شايفين كده. اعمل ايه بقى بعد كده؟ طبعا انا عايزه اقول لكم ان الطماطم من الحاجات المفيده جدا 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 للبشره، وبتعمل على تفتيح البشره بطريقه رهيبه. طبعا هي غنيه في فيتامين سي المفيد جدا للبشره. انا هاخد معلقه زي ما انتم شايفين كده، من اهم الحاجات اللي بتساعد على تفتيح البشره. تاني حاجه معايا هاخد معلقه من الزبادي زي ما احنا شايفين كده، او الياغورت او اللبن في بعض الدول بيقولوا عليها اللبن. طبعا زبادي بلدي طبيعي. وبعد كده هاخد معلقة من النشا. طبعا النشا يعني تعتبر وحش تفتيح لوحدها، حلوة قوي قوي النشا في التفتيح. نشا الذرة او الكورن فلاور. بعد كده كمان يا بنات هاخد رابع حاجة معايا في الوصفة، عصرة ليمونة. طيب لو انا بشرتي بتتحسس من الليمون، انا هستخدم مية الورد. طيب انا عن نفسي بشرتي بتتحسس من الليمون، فمش هحط في الوصفة دي ليمون، انا هحط مية ورد. هاخد معلقة صغيرة من مية الورد زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اقلب بقى كده لحد ما اعمل الماسك او العجينة اللي انا محتاجها. يبقى احنا هنا معانا طماطم ونشا وزبادي ومية الورد، قلبهم كويس قوي قوي يا بنات. طبعا الوصفة دي انا عايزة اقول لكم ان احنا بنستخدمها يوم بعد يوم، يعني النهاردة استخدمها، اليوم التاني لا، اللي بعده هستخدمها. الكمية دي بتقعد معايا او مش هتقعد اكتر من 3 ايام، يعني انا استخدمها النهاردة وبكرة لا، بعده وبعد كده ارميها واعمل كمية تانية غيرها. خلاص كده يعتبر الماسك كمان هزوده شوية نشا صغيرين عشان عايزاه يبقى متماسك شوية عن كده. واقول لكم بقى بنستخدمه ازاي. خلاص احنا كده فتحنا المسام اللي احنا عملناه بالطماطم والسكر. هعمل ايه يا بنات بعد كده؟ خلاص كده الماسك بتاعي جهز معايا. هقول لكم بقى هنعمل ايه. اول حاجة بتقومي فردة الخلطة دي على بشرتك، ممكن تستخدميها للوجه ولايديكي، جميلة جدا جدا. لأي منطقة فيها كلف، ممكن عند الرقبة ممكن تستخدميها. بتحطيها على بشرتك لمدة 1/3 ساعة، وبعد كده بتشطفي البشرة بتاعتك بمية فاترة، وبعد كده بتنشفي وطبعا وتقفلي المسام بتاعتك بالتونر الطبيعي اللي انا بقول عليه دايما، اللي هو ماء الورد اللي هو ده. ماشي يا بنات. بعد كده لو عايزه تحبي تدهني باي كريم مرطب، حلو قوي يعني الوصفه دي تحفه، جربيها ان شاء الله وهتعجبك. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى تجربوها وتعجبكم. وان شاء الله ما تنسوش لو الفيديو عجبك تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه، ولو كنت اول مره تشوفيني كمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.